اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في حلقه مطبخ رؤيا لليوم. انضمت لنا للتو ديما حجاوي، اهلا وسهلا. في فقره مخصصه تحديدا لمخرج حلقتنا لليوم الاستاذ عبد الله خليفه، فقره التغذيه هاي تحديدا. طرق الشعور بالشبع، مو بشبعش، طرق الشعور بالشبع اسرع. شو هي طرق الشعور بالشبع وشو الاكلات اللي لازم نستخدمها؟ بس قبل هذا الحكي كله، رند الديسي الله يحييكي. الله يحييك، تفضل. هاي دنيا يا دنيا ويب سايت. هذا احكي لنا يا بالله احكي لنا شو. طيب شوفوا، احنا عملنا ويب سايت جديد لبرنامجنا دنيا يا دنيا. هاي كملتك عادي. فالاشخاص اللي بتحب انها تصير تحضر فقرات اللي ما قدرت تتابعها الصبح، تمام، تشوف اي اخبار بتنعرض على دنيا يا دنيا، فقرات التغذيه، فقرات الزراعه، الطب، اي شيء ما لحقتوا تشوفوه بتقدروا تشوفوه على ويب سايت دنيا يا دنيا من خلال هذا الويب سايت www.dunyayadunya.com. تمام، أيوة. إذن على الشاشة أمامكم موقع دنيا يا دنيا www.dunyayadunya.com. أي إشي بفوتكم في دنيا يا دنيا بإمكانكم عن طريق الويب سايت هذا. شكرا يا رن. تفضل. شكرا شكرا، يعني يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. موضوع الشبع وإنك تكون جوعان وميت من الجوع وعارف حالك إنه أنا لا ما بديش أكل. صحيح. بدي أظن محافظ، يعني مثلا أنا صارت فيي مبارح، أوكي، ميت من الجوع. طبعا بتصير. أوكي. مزبوط، بتصير مع العديد من الأشخاص. والله بحول بذبيحة. طب ليه ما تاكل يعني؟ بديش أنصح. لا ما هو إيش بتاكل؟ معك حق. هاي كمان شغلة كثير كثير. تفضلي أستاذة. هلا هاي الفقرة صحيح خصصناها لمخرجنا، هو طلبها أعملها أو طلب مني إني أعملها عشان يقدر إنه هو يخفف أكله وكمان نساعد العديد من الأشخاص اللي عم بتعاني من هاي المشكلة. بشكل عام احنا لما نواجه صعوبه في التحكم بكميات الاكل، هون بيكون في عندي حيز كتير كبير بالمعده، احنا ما عم نقدر انه نعبيه بشكل. صحيح. كامل. وعاده المعده زي البالون، بدنا نفكر فيها، هي عباره عن ماده او سوري يعني كونتينر بالضبط مطاطي، فهو رح يكبر او رح يصغر حسب كميه الاكل اللي انا بعود الجسم انه هو يستهلكها. بشكل عام المعدة هو حجمها عن جد قد حجم قبضة يد الإنسان. هذا واقع، مش لا لا. وكلمة إنه عن جد إنه بتوسعي معدتك طبعاً هاي صحيحة. طبعاً لما أنا بضلني بحط غذاء أكبر من طاقة المعدة، المعدة أول إشي بتصير تكبر، بتصير تتوسع، بعدين توصل لمرحلة إنه هي بتصير تنتج خلايا جديدة لحتى تكبر من حجمها، تقدر إنها تتعامل مع الكميات الكبيرة من الغذاء اللي أنا عم بتناولها. بهاي الحالات الشخص بيكون عم بكبر حيز المعدة، عم بكبر كميات الأطعمة اللي هو عم بتناولها، وهذا الإشي بيؤدي إنه الشخص يصير ما يشبع بالكميات اللي كان يشبع فيها قبل. فاليوم رح نحكي عن طرق سهلة سريعة بقدر أعملها يومياً لحتى أخفف من الجوع. قبل ما نفوت فيها. بالضبط. قبل ما نفوت فيها نحكي عن الأطفال مثلاً. أوكي. نحكي عن الأطفال. فعلاً إنه يعني عودوا على كميات معينة. طبعاً. وتردش حرام وخليه يأكل ونفسه فيها وما نفسه فيها. لا تردش على السوالف. صحيح. صح؟ هذا كله معلومات مغلوطة للأسف. بشكل عام أول شغلة الأطفال أنا دائماً بحب أركز عليهم. لأنه إحنا كمية الدهون اللي نحن بننتجها بأجسامنا أو بتنتجها الخلايا الدهنية بأجسامنا بتستمر معنا طول الحياة. فإذا أنا أنتجت كميات دهون كبيرة خلال فترة الطفولة، هاي الدهون ما بتروح وبتستمر. فنسب الدهون اللي الطفل بينتجها بأول سنوات من حياته هي نفسها الكتلة الدهنية اللي رح يستمر فيها ورح تتكاثر فيما بعد. إذا الطفل بلش بكتلة دهنية كبيرة أكيد رح ينتهي ببدانة وزيادة في الوزن، سكري وأمراض ضغط وأمراض قلب. فأنت من البداية تحدده بكميات معينة من الأكل سواء على الغداء أو على العشاء أو على هذا. مزبوط. كتير بسمع كلمة لا لا مش بس ما نحزن. والله لا نتفك. من اليوم تقنين. طيب. شغلة كتير مهمة سمير، كتير بسمع كلمة خلص صحنك، ما ممنوع تقوم إلا لما تكمل صحنك. مشكلة. فمرات الأمهات بتزيد كتير بالكميات اللي بتعطيها لأطفالها. أقول لك شغلة مهمة. لا أنا معك، بس أنا مع إنه الطفل أو الولد إذا كان بعمر واعي يحط قدر ما هو بيقدر ياكل. طبعا احنا ليه بنصير نقول كمل صحنك؟ لانهم بحطوا فوق الحاجه وبتركوه بالصحن. صح. هلا هون بيجي دور الام ديما عن جد بصراحه، انه هي تساعد الطفل انه يسكب الكميات اللي هو بيحتاجها، ما ننتظر انه هو ياخذ الاكشن ويحط كميات كبيره بعدين انا اصير بدي اتدخل او بدي اعمل شيء لحتى هو يكمل الصحن. فكره كمل صحنك مش صحيحه، الطفل لازم ياكل لحديت ما هو يشعر باشباع. بقول لك شبعت خلص شبع. عن جد لما يوقف خلص ما في داعي نلحقه بالمعلقه ونلحقه بالصحن
ابدا هاي اكبر غلط وراح ياخذ الطفل حاجته. لو حتى احنا لحقنا او ما لحقنا، لو بذلنا جهد لو ما بذلنا جهد، الطفل راح ياخذ حاجته. وعلى فكره اليوم كمان راح اكون المساء لايف على الساعه 9 على الانستغرام على صفحتي، راح نحكي عن كل المشاكل الغذائيه اللي الاطفال ممكن يعانوا منها. فاي حدا عنده اسئله او استفسارات اليوم المساء ممكن يبعثوا لي. اكزاكتلي. طيب هلا نيجي لكبار السن. بالنسبة لكبار السن، عشان أنا أشبع بطريقة أسرع لازم يكون في عندي عدة من الخطوات أتبعها، ولكن الاستمرار هو الحل. يعني أنا لازم أستمر بهاي الخطوات. شو أعمل فيكي؟ كيف ما بدك تكمل صحنة؟ عن جد يعني هذا أنا باجي باكل منه، مش بس خلينا نحكي لك على الخلطة، بس ما عليه، خلينا على الشبع السريع. شوف بشكل عام أولاً والأفضل إنه إحنا نستمر بهاي الخطوات بشكل دائم. أول شغلة لازم نعملها إنه نحن نحاول قد ما بنقدر ناكل على قدر احتياجات أجسامنا، بحيث إنه مش ضروري نجبر حالنا 3 وجبات و3 سناكس عشان ينزل وزننا. هاي معلومات مغلوطة. احتياجاتي أنا بقدر أحددها كيف ما أنا بناسب يومي. فإذا أنا كنت من الأشخاص اللي بفضل إني ما أتعشى، بفضل إني ما أخذ 2 سناكس، مش غلط، بقدر أخذ سناك واحدة فقط وبقدر أخذ بس وجبتين رئيسيتين. هاي أول شغلة. ثانياً السوائل كتير بتساعد على الشعور بالشبع إذا كانت قبل أو بعد الوجبة ولكن مش خلال. هذا لما أنا بشرب مش أثناء الوجبة. صح. اللي بكون حاط مشروب غازي أو عصير أو إشي وكل لقمة هذا بالعكس بيخليه يأكل أكتر. أوكي. فإذا مش غلط إني أنا أخذ كوب من المي قبل أو بعد الوجبة، عن جد بيساعد على الشعور بالشبع. أو أي نوع من المشروبات الهيربل درينكس العطرية. أوكي. ثالث شغلة والأهم إنه لما أنا باجي بحط الصحن قدامي، مش غلط إنه أنا أسكب بصحن صغير. يعني في عندي صحون الشوربة، مش غلط إني أنا فيها الرز وأقلبها هيك. مظبوط. منظر جميل وكمية قليلة. صحيح. تمام. وبهذا الوضع أنا بكون بقدر أتحكم بالكمية يعني اللي أنا في منه فيها. عدة أحجام صراحة. صح. يعني مثلا ها يعني انتوا قننوا بالكميه، قننوا بالكميه. هاي صحن الشوربه اللي حكت عنه رند الدي سي، هذا بنعبيه كل وبتقلبوه. منظر جميل وكميه قليله. منطق والله منطق 100%. ومش غلط انه نحن نصير نقلل الكميات تدريجيا. في عندي بعض من انواع المشروبات اللي بتساعد على الشعور بالشبع لفتره اطول، ومن ضمنهم استخدام بذور التشيا وبذور الكتان. بذور التشيا ممكن انها تضاف لكوب من المي او كوب من الحليب او كوب من اللبن. حكيتي عنها؟ حكينا عنها كثير قبل. بنتركها لمده 5 إلى 7 دقائق لحتى ما تصير لزجه، تمتص المي. هاي البذور لما احنا نتناولها بتاخذ حيز من المعده وبتعطي الشعور بالشبع لفتره كثير اطول. فهاي كمان طريقه. بالنسبه لبذور الكتان كمان بتعطي الشعور بالشبع لفتره طويله، لانها بتعمل على المسك بالمي، فبتعمل مادة لزجة تاخذ كمان حيز من المعدة. شريطة انه بذور الكتان تكون مطحونة، وكل يومين 3 نطحن كمية صغيرة، ما نطحن كمية كبيرة ونصير نستخدمها، للأسف نفقد فوائدها. وثالثا كمان استخدامنا لنوع من انواع الاعشاب او النبات تسمى البسيليوم هاسك او الاسباغول. انا حكيت عنها كمان قبل مره بفقره دنيا يا دنيا. على فكره حكيت يمكن عنها. حكيتي. يس. الأسباغول هي عبارة عن ألياف طبيعية 100%، تنحط بالمي، بتعمل على كمان الخلط مع السوائل، بتعمل مادة لزجة هلامية، بتاخد حيز كبير من المعدة، تشعرنا بالشبع لفترة كتير طويلة، وبتساعد على الهضم لأنها ألياف طبيعية. فاللي عنده إمساك أو مشاكل في الإخراج ممكن يستفيد كتير منها. السلطة، السلطة التقليدية. طبعاً طبعاً. والفواكه ألياف. والخضار. أوكي. عفوا الفواكه، يعني خلينا نحكي على الفواكه والسلطات. أوكي. ممكن تساعدنا اثناء طبعا الفيلم. السلطات اكيد بتاخذ حيز من المعده لانه فيها نسب الياف عاليه، وخصوصا اذا انا قدرت احط مع هاي السلطه اي نوع من انواع الالبان لبن. يعني لو اخذت لبن مع هاي السلطه عن جد بيعطيني بالشعور لفتره الشبع لفتره كثير طويله. وهي فكره على فكره لوجبه العشاء للشخص اللي بده ياخذ كاسه لبن مع خيار مع بندوره، اي نوع من الخضروات مع الالبان بتعطي الشعور بالشبع لفتره طويله. اما بالنسبه للفاكهه فيفضل انها تكون قبل الوجبه الرئيسيه، بتعطي الياف بنسب كبيره وبتعطينا كمان قبل مش بعد، قبل مش بعد ساعه الى ساعتين بتعطي الياف، بتعطي كمان الشعور بالشبع. تمام رند، يعطيكي الف عافيه. الله يعافيك. وفعلا يعني هاي ممارسات يفترض انها تكون يعني بحياتنا، لانه صح ما يؤرق اي انسان اي شخص فينا، مش بس موضوع للبنات، حتى الشباب يقول لك انا بديش اكيد طبعا ما في كلنا مش بس الشكل بس. مش بس الشكل وصحي. الصحه والنفس والحركه صحيح. وكل شيء عن جد. طيب احنا يا رند يا ديسي رند هيك عشان تخففي صدف
صدف مكسيكي. صراحه ماما بدها تحكي شيء عن وصفات دمزو. امبارح ابدعت عملت ايش اسمه كان مفتول. انا وياها على الخط هي بتطبخ مفتول والله. على فكره طلع ذكي كثير. سامعه لو بشوفه بعيني ما بصدق. بقول لك عبد الله يا عبد الله هلا عملنا الفقره عشانك. عندك تبرورات بالدار زي هاي؟ اي تبروره زي التبرورات هاي. هاي التبرورات عندك زيها؟ ليه؟ عندك زيها اكيد. جيبي له خليه. انه ندوقه خلص. تكرم تكرم تمام تكرم. صح معك حق.